السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنتكلم في الوحدة الثانية عن رؤية ورسالة المنظمة. هنتكلم عن الرؤية لوحديها ونعرف معناها والخطوات بتاعتها، وهنتكلم عن الرسالة لوحدها. اولا رؤية المنظمة، هنتكلم عن نقطتين، هي يعني ايه رؤية منظمة وما هي الخطوات. مفهوم رؤية المنظمة عبارة عن طموحات وآمال المنظمة في المستقبل والتي لا يمكن تحقيقها في ظل الموارد الحالية. يعني هم بيحلموا وعندهم آمال عريضة للمستقبل لكن لا تتوافق مع مواردهم الحالية. الرؤية من المفهوم السابق لا يمكن الوصول إليها في الأجل القصير ولكن يمكن الوصول إليها في الأجل الطويل. يبقى لما أقول لك إن الرؤية يمكن الوصول إليها في الأجل القصير هتقولي لا غلط، لا دي احنا يمكن الوصول إليها في الأجل الطويل لأنها تمثل المستقبل البعيد. ما هي خطوات وضع رؤية المنظمة؟ أولا التعرف على رغبات وآمال كافة الأفراد المتعاملة مع المنظمة. ليه؟ عشان نكون رؤية. الملاك اللي هم ملاك الأسهم المساهمين في المنظمة، المستهلكون أو العملاء، المستهلكون طبعا للمنظمة اللي بتنتج منتجات، العملاء للمنظمة الخدمية التي تقدم خدمة زي المواصلات زي التليفون زي الاتصالات زي أي خدمة بتقدم، كهرباء، المنافسون اللي هم بينافسوا المنظمة في نفس مجالها، لو هي بتنتج منتج معين هم بينتجوا نفس المنتج، تمام؟ الموردون اللي هم بيوردوا المواد الخام والآلات والمعدات وإلى آخره. كل دول لازم ناخدهم في الاعتبار. الخطوة الثانية التعرف على نقاط القوة والضعف من ناحية والفرص والتهديدات من ناحية تانية، من خلال إيه؟ دراسة متغيرات البيئة الداخلية والخارجية. ده هيمكننا من أن تعرف على نقاط القوة اللي احنا بنتميز بيها أو الضعف اللي عندنا، وفي نفس الوقت الفرص المتاحة قدامنا ونقاط القوة دي تمكننا من اقتناص هذه الفرص وناحية الضعف والتهديدات اللي هتقابلنا. كل ده لو درسنا ظروفنا، البيئة الداخلية بتاعتنا، إمكانياتنا المتاحة الداخلية، والبيئة الخارجية اللي هي ظروف المجتمع الخارجية سواء كانت اجتماعية اقتصادية ثقافية، تمام، وهكذا إلى آخر. النقطة الثالثة الصياغة المبدئية للرؤية، وذلك في ضوء الخطوتين السابقتين، يعني في ضوء الخطوة الأولى والخطوة الثانية هنحط كده صياغة مبدئية وليس نهائية للرؤية، تمام. نيجي بقى نعمل بعد كده الصياغة النهائية للرؤية، هنراعي فيها إيه؟ ألا تزيد الرؤية في صورتها النهائية عن 20 كلمة. معنى كده إن هي لازم تكون مختصرة عشان تبقى محددة ومختصرة. أن تبدأ الرؤية بكلمات مثل نود أن نكون، لأن الرؤية بتمثل أملنا في الأمد البعيد أو في الأجل الطويل. نقول إحنا نفسنا نكون، يعني نود أن نكون، نطمح أن نكون، تمام. لكن هل إمكانياتنا الحالية توافق؟ لا ما توافقناش، وبالتالي إحنا إيه من حقنا أن إحنا بنحلم. عارفين لما تحلم بحاجة كبيرة في المستقبل البعيد هم بيعملوا كده. ضروري أن يعرف المديرون الطريقة التي يمكن من خلالها ترجمة الرؤية لواقع ملموس. يعني لازم يبقى عندهم صورة واضحة في أذهانهم وفي تفكيرهم، يا ترى الرؤية اللي احنا بنحلم بيها دي ممكن نحولها إلى واقع ملموس ولا لا. هوضح لكم الخطوات دي في الشكل التالي. هم 4 خطوات: معرفة رغبات وأمال أصحاب المصالح اللي هم بتتعامل معهم المنظمة، تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات اللي احنا بنعرفها من دراسة البيئة الداخلية والخارجية، الصياغة المبدئية للرؤية في ضوء رغبات وأمال أصحاب المصالح هي الخطوة الأولى، وفي ضوء الخطوة الثانية اللي هي القوة معرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، الصياغة النهائية للرؤية، تمام، اللي احنا لابد اننا نكون عندنا في أذهاننا كمسؤولين ازاي نقدر نحولها إلى واقع ملموس، تمام. كده خلصنا من الرؤية. نيجي نشوف بقى رسالة المنظمة، وحنعرف فيها مفهوم الرسالة، العناصر التي تتكون منها الرسالة، أهمية رسالة المنظمة، الخصائص للرسالة الجيدة، الفرق بين الرؤية والرسالة. دول 5 نقاط أساسية هنتعرف عليهم في رسالة المنظمة. طيب تعالوا نشوف ما هو مفهوم الرسالة. هو الإطار المميز للمنظمة عن غيرها من المنظمات الأخرى. من حيث ايه بقى؟ يعني المنظمة ألف تتميز عن باقي المنظمات الأخرى التي تعمل في مجالها من حيث ايه؟ مجال نشاطها، ان هي نشاطها متميز
وخدمتها متميزة أو المنتج بتاعها متميز، منتجاتها لو كانت بتنتج منتج، عملائها تمام اللي بتتعامل معاهم، وأسواقها بتكون متميزة إلى آخره. يعني هي بتتميز في الحاجات دي وحاجات تانية طبعا مش هنطول عليكم فيها. نيجي نشوف بقى ما هي عناصر الرسالة، رسالة المنظمة، يعني الكلام ده تابع عناصر رسالة المنظمة. أول حاجة العملاء، السلع والخدمات التي تتعامل فيها المنظمة، الأسواق التي تستخدمها المنظمة من حيث الموضع أو الموضوع الجغرافي، يعني الأسواق بتاعتها واقعة في أي منطقة جغرافية، تمام، وقع في منطقة جغرافية مثلا سياحية، ولا منطقة جغرافية استهلاكية، ولا منطقة جغرافية باردة، ولا منطقة جغرافية حارة، ولا ايه بالظبط، تمام. التكنولوجيا التي تعتمد عليها المنظمة، ايه نوع التكنولوجيا اللي بتستخدمها في الاداء بتاعها وفي المنتج بتاعها او الخدمة بتاعتها. النمو والربحية التي ترغب المنظمة في تحقيقها، يا ترى هي ليها هدف ان هي تنمو وتربح في المستقبل ولا لا. ادي العناصر التي تتكون منها المنظمة. تعالوا نشوف بقى خصائص الرسالة الجيدة. هو في خصائص للرسالة الجيدة؟ ايوه، في مجموعة من الخصائص لابد ان تتوافر في الرسالة عشان تكون رسالة جيدة. اول حاجة الافصاح عن اتجاهات المنظمة. يعني ايه الافصاح عن اتجاهات المنظمة؟ لازم نوضح في الرسالة ايه اتجاهات المنظمة، لازم توضح هي عايزة ايه، من حيث التركيز على الاهداف الاستراتيجية، يعني في الاجل الطويل 10-15 سنة، نظرة بعيدة المدى، وايه اللي هتحققه في الاجل القصير. تاني حاجة تحقيق رغبات اصحاب المصالح. اصحاب المصالح مين؟ اللي هم المساهمين، اللي هم الموردين، اللي هم العملاء، تمام، اللي احنا قلنا عليهم قبل كده. الاهتمام بدراسة البيئة، وقلنا دراسة البيئة الداخلية والخارجية، لان ده هيساعدنا كتير قوي في موضوع الرسالة. التوجه بالعميل، يعني ايه التوجه بالعميل؟ اننا نقدر نحقق رسالة الجيدة للمنظمة هي التي تستطيع وتهتم بتحقيق توقعات العملاء وتقديم المنتجات التي تشبع خدماتهم، او تقديم الخدمات اللي هم راغبين في تحقيقها. خلاص، يعني هو عايز خدمة اتصالات جيدة او متميزة اقدمها له، التاني عايز منتج، اذا كان شركة انتاجية او منظمة انتاجية، عايز منتج جيد متميز اقدمه له، يعني ايه ما خيبش امالهم بمعنى. هنتكلم برضو عن مجموعة اخرى من الخصائص التي يجب على الرسالة الجيدة ان تتميز بها. القابلية للتحقيق، بمعنى ان تكون الرسالة واقعية وقابلة للتحقيق، مش خيالية، مش من برج عالي احنا بنحط رسالة وما نقدرش نحققها، تمام. ان تكون الرسالة تحفيزية، يعني ايه تحفيزية؟ يعني تحفز المديرين والمرؤوسين على العمل، تديهم الامل، تديهم الطموح اللي هو يحفزهم على العمل. التحديد، بمعنى ان تكون محددة وواضحة للإدارة والعاملين في المنظمة، للطرفين، ليه؟ عشان يقدروا ينفذوه. خلاص، طيب عايزين نوضح بقى الشكل ده طبعا هيوضح لكم الخصائص اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. اول حاجة قلنا الافصاح عن اتجاهات المنظمة، التوجه بالعملاء، ايه القابلية للتحقيق، التحفيز، التحديد، تمام. وبالتالي التحديد يبقى كده خلصنا الشكل، اظن واضح اهو، يعني لو عملتوها كده في الامتحان يبقى تمام التمام، بس تشرحوا كل واحد. خلاص، طيب يا ترى في فرق بين الرؤية اللي احنا اتكلمنا عليها وبين الرسالة؟ انا عاملها لكم ايه شكل جدول عشان تبقى سهل عليكم في المذاكرة. الرؤية تشير الى ايه؟ طموحات وامال المنظمة في المستقبل. طيب في المستقبل، اما دي الرسالة تتضمن اهداف عامة تستطيع المنظمة تحقيقها في ظل مواردها الحالية، يعني طموحات المستقبل دي ما نقدرش نحققها زي ما احنا قلنا بظروفنا الحالية، اما دي نقدر نحققها في ظروف، في ظل ظروف مواردنا الحاليه. النقطه الثانيه، تمثل الرؤيه الاساس الذي تبنى عليه رساله المنظمه، يعني الرساله تبنى على اساس ايه؟ على اساس الرؤيه. اما الرساله تبنى، اهي وضحتها لكم، اهي قدامها على طول، تبنى الرساله على اساس رؤيه المنظمه. اذا الرؤيه بتتحط الاول، وعلى اساس الرؤيه دي بنحط الرساله وبنصغها. تتسم الرؤية بالعمومية، أما
الرسالة تمثل مرشدا ومحددا لاستراتيجية ايه المنظمة. يعني دي حاجة عامة، اما دي بتبقى اكثر تخصصا. تمثل الرؤية حلما عاما تسعى المنظمة الى تحقيقه في الاجل الطويل، اما الرسالة تمثل جزء محدد من هذا الحلم، يعني جزء محدد من الرؤية. يعني انا نفسي في 15 سنة الجايين دي رؤية بقى ان انا اخد 50% من السوق بتاعي، خلاص يكون نصيبي 50%. تيجي بقى الرسالة تقول لك ايه، انا هاخد جزء، يعني في اول 5 سنين هاخد مثلا 10%. خلاص ادي اللي انا اقصد، تمثل الرسالة جزء محدد من هذا الحلم الذي تقوم المنظمة بتنفيذه في الوقت الحالي. تركز رؤية المنظمة على التوجه المستقبلي، اما الرسالة تركز على النشاط الحالي. طيب نيجي نشوف بقى ما هي اهمية رسالة المنظمة. ليه المنظمة بتهتم ان يبقى ليها رسالة؟ على فكرة لو بصيتوا في الكلية وانتوا طالعين كده هتلاقوا رؤية الكلية ورسالتها، يبقوا خلوا بالكم منها عشان تعرفوها. تمام، اهمية رسالة المنظمة. اول حاجة التأكد من اجتماع كافة العاملين بالمنظمة على اهداف محددة. يعني ايه اجتماع على اهداف محددة؟ يبقى الهدف واضح قدامهم وصريح وهم فاهمينه هما الاثنين، وبالتالي كل الجهود موجهة نحو تحقيق هذا الهدف. تأسيس ثقافة تنظيمية موحدة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كلهم يشتغلوا في اتجاه واحد موحد، مش كل واحد بيشتغل بمزاجه. الهيكل التنظيمي كله مؤسس ومكون على اساس ان هم يبقى ليهم ايه رسالة واحدة كلهم، هي تحقيق الهدف بتاعهم في هذه الرسالة. تسهيل عملية ترجمة اهداف المنظمة الى هيكل اعمال يتم تنفيذه. ادي بقى ايه، ادي وجود الرسالة واهميته، ان هي بتسهل لي ان انا ترجم الاهداف دي الى خطوات عملية اقدر انفذها. المساعدة في القيام بأنشطة الرقابة وتقييم الأداء. احنا قلنا الهدف لما هقدر احققه بنسبة 100% يبقى ده نوع، انا كده بحقق نوع من الرقابة وتقييم الأداء. طب لو نفذه 80% يبقى في انحراف في حدود 20%. يبقى عشان كده بنقول لو ما كانش موجود الرسالة بالهدف المحدد ما كناش نقدر نقوم بأنشطة